الجمال اللي احنا شفناه من خلال التقرير واللمسات الجمالية والإضافات الجميلة اللي ممكن يعملها كل إنسان في الحاجة هو بيحبها. وبما إنه إحنا بنتكلم عن الجمال كشكل عام، خصصنا في فقرتنا من خلال صباح الشروق واحدة من الجماليات المهمة اللي بنهتم بها والبتهتم بها حواء ككل، اللي هي البشرة. وفي البشرة كمان خصصنا جزء مهم جدا بنلقاه في مراكز التجميل بصفة أكبر وانتشر عندنا وبقى متوسع وموجود في السودان. حنناقش اليوم الفيشل، حنتعرف عن الفيشل وأنواعه، حنتعرف عن طريقته، حنعرف هل الفيشل هو روتين نظافة البشرة ولا الفيشل ممكن يكون علاجي، شنو الفيشل نفسه، كل ده حتجاوبنا عليه خبيرة التجميل إسراء زكي. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا أنسام، صباح الخير على كل المشاهدين، وليلة سعيدة أني أتكلم عن حاجة الناس كلها والبنات كلها بيتكلموا عنها وعايزين يعرفوا عنها أكثر. جميل. إسراء قاعد تميلي دايما للطبيعة وللحاجات الحلوة البسيطة. أيوة. الفيشل جزء من النضارة ولا جزء من الروتين ولا شنو؟ هل الفيشل ده جهاز ولا مكونات ذاته؟ خلينا نوري المشاهد. تمام. الفيشل عبارة عن تقنية أو معاملة بدت في الأول بدون أجهزة وتطورت وبعدين بقى فيها أجهزة وأنواع. نعم. هو عبارة عن روتين نظافة بدينا نتائج أحسن من إنه نحن ننظف النظافة الروتينية العادية اللي هي الغسيل العادي للبشرة، النظافة العادية بالتونرات وبالمستحضرات العادية. فدي تقنية معينة بتطلع الدهون اللي هي في المسام، يعني أعمق من النظافة العادية. ده الفيشل. أيه. الفيشل ذاته أنواع، في فيشل تصحيحي وفي فيشل علاجي، و شنو الممكن يكون لما تمشي مركز تجميل بيقول لك عايزه فيشل عميق ولا عايزه فيشل عادي؟ هل انواعه دي مهمه؟ كل بشره عندها نوع مهم. طيب انا حابه ارجع بك حته بسيطه كده لورا. اول بلد اخترع الفيشل هم تايلاند. تايلاندا. بعدين طوروه الايطاليين وعملوا له اجهزه، وبعدين كل بلد بقى عندها تفاصيل مختلفه لحد ما وصلنا لجهاز اسمه الهايدرا فيشل. أنا بفتكر إنه لما الوحدة تمشي وتختار الفيشل بتختاره على حسب نوع بشرتها، بتكون عارفة هي، قد تكون ما عارفة. أيوة. فالبشرة الدهنية بتختلف عن البشرة العادية، بتختلف عن البشرة اللي هي فيها مشاكل حبوب وزوان ودهون وكذا. أنت سألتيني سؤال هسه كان في الفاصل، قلت لي يا إسراء الفيشل ده بالضبط هو صح علاجي وصح بيفيد البشرة ولا لا؟ صحيح. يا أنسام، التطبيق بتاع الفيشل ما فقط ماسكات ولا فقط إنه نحن استيمر. أيوة. فهو عنده زول مختص بطريقة بتاعت غسل معينة للبشرة، ترتيب للماسكات، ترتيب للبخار ومدته. كل بشرة بتحتاج مدة بتاعت بخار معينة، كل بشرة بتحتاج ماسكات معينة. فغالباً نحن لما نمشي نختار بنختار على يد زول مختص، مختص في إنه يحدد لنا بشرتنا محتاجة يا ترى نوع من العمق، في درجات مختلفة، في عدد ماسكات مختلفة، في أنواع ماسكات لبشرة من بشرة تفرق. في روتين ممكن يكون للفيشل تحديدا للبشرة؟ يعني إذا أنا عملت فيشل اليوم هل ممكن أعمل بعد 15 يوم أو بعد شهر؟ شنو الفترة الزمنية المحددة عشان ما تكون روتين بالنسبة لي أحافظ على نضارة البشرة؟ تمام. الفيشل العميق بتعمل كل شهر. كل شهر ده العميق. أيوة. الفيشل العادي اللي هو ممكن يدعمل كله 15 يوم. وده نحن بنحدد فيه فترة البخار من 5 لـ7 دقائق بس. أما الهايدرا فيشل بيدعمل كله شهرين، لأنه شوية بيرهق البشرة وعليه بيكون ستريس على البشرة ذاتها وأعمق من الفيشل العادي. هل الفيشل العادي بيتم معالج كل الأشياء اللي ممكن تكون في البشرة؟ بنلقى البشرة أحياناً فيها ندوب وفيها مشاكل، فيها تسبقات، فيها يعني بتلقي البشرة ما سوية ما واحدة، هو ممكن يساوي لنا، ممكن يرمم لنا، يعدل لنا، ولا ممكن يكون بس نظافة عميقة؟ طيب أنا حشرح حاجة أدقة، اللي هو إنه البشرة دي فيها طبقات. الطبقة الخارجية دي عبارة عن طبقة من الأدمة تعرضت للشمس، للأوساخ، لكمية من الحاجات. الحاجات اللي هي تعرضت لها دي بتعمل لنا زي عازل لامتصاص الأشياء الجيدة لبشرتنا من السيرامات، من الكريمات، من الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت بتعمل لنا عازل من إنه نحن
ننظف الدهون والمسام بطريقة أفضل في البيت عادي برانا. إحنا شايفين هسا عندنا جزء من الصور لشغل الفيشل وإذا كان الاستيمر نفسه البخار، هل يا إسراء البخار بينفع مع أي بشرة؟ في بشرة ممكن تكون حساسة ما بتستحمل البخار؟ طيب أهم نقطة، البخار عامل أساسي في الفيشل. طيب هو معمول لشنو؟ معمول يدي درجة من الدفى ويدي درجة من الـ HO2 الموية للبشرة، فبتفتح المسام بتاعتها وبتتمدد. نقدر نستخرج الدهون بالفاكيوم أو التولز الأدوات بطريقة أفضل، فبدينا مرونة أكثر، فبنقدر نشتغل في البشرة وهي رطبة أحسن. اختلاف الفترات بتاعت البخار على الوجه ونسبة القرب بتاع البخار من سطح البشرة بيختلف على حسب البشرة جافة ولا دهنية ولا حساسة. عموما البشرات الحساسة عادة ما بتستخدم إليها البخار، بتستخدم إليها حاجة اسمها الفوطة الدافية. الدافية. أيوة. أو بشكير بتخطى في 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 حاجة اسمها أوتوكليف. بتخطى فيه موية معقمة نظيفة. بيتدفى لدرجة حرارة يدينا حرارة مماثلة للبخار. من غير ما نعرضه للبخار مرة واحدة. جميل. بنلقى بعض البشرة أو بعض السيدات بدعاني بتقول لك والله أنا مشيت وعملت فيشل لكن ما نفع معي، عمل لي مشاكل. هل بشرتها هي حساسة والخبيرة اللي عملت ليها الفيشل هي ما عارفة البشرة، ولا هل ذات الفيشل ما بينفع مع كل البشرة؟ الفيشل بس فيه مشكلة اللي هي إنه أنت إذا استخدمتي المواد الغلط بتديك ريزلت نتائج عكسية. أيوة نتائج غلط. وفي نفس الوقت إذا خليت المسام دي فاتحة ما بعد الفيشل، يعني ما قفلتيها، وبتتقفل طبعا بجهاز بتاع ليزر خاص بجهاز الفيشل، يعني ما الليزر اللي احنا بنستخدمه للتجميل، ليزر مخفض بيقبض لنا المسام راجع. نعم. طيب في حالة انه تحصل شكوى ما بعد الفيشل دي، انا بخطها لحالتين يا انسام. يا إما استعملت ليها أدوات غير معقمة ونقلت إفكشن أو التهاب، يا إما هي بعد ما عملت الفيشل ما رجعت قبضت المسام، فخلت المسام فاتحة فاستقبلت ميكروبات وبكتيريا وأذت البشرة. إذا الوحدة عملت فيشل وطلعت من مركز التجميل وقابلت الشمس مباشرة، ده عنده أضرار على البشرة برضو؟ طبعاً. في المراكز اللي بتفهم الشغل ده كويس شديد بتحجز السشنات بتاعت الفيشل بالمساء ومسيات. لما تتعرض الكاستمر لشمس تاني يوم الصباح بتكون خاتة عامل بتاع حماية أو واقي بتاع شمس مناسب، يعني ما أكثر من 15-50% SPF. فعادة إذا أنت حابة أو الزبونة حابة إنها تكون عاوزة تعمله بالنهار ما عندها وقت أو وقتها ضيق أو كده، فبنحاول إنه نحن نلبسها ماسك معين لحد ما تصل بيه البيت، أو نخط لها ماسك معين ما تتعرض للشمس مباشرة. لما تصل البيت ممكن تغسله لكن تشيل الماسك، لكن ما بنخط لها عامل حماية. أه. ومن أهم النقط إنه بعد الفيشل ما تستخدم حاجتين، الغسول ولمدة 24 ساعة ما تستخدمي غسول. أيوة. والتونر ولا حتى صوابين ولا ممكن تغسلي وشك إطلاقاً. نعم. إطلاقاً لمدة 24 ساعة، ولا حتى تونر اللي هو فيه عامل بتاع كحول بسيط اللي هو مزيل للمكياج، لكن عادي ممكن تستعمل المكياج بعد 12 ساعة أو تحس بأنه بشرتها بدت أحسن. ما بعد الفيشل المكياج بعد 12 ساعة ما يستحسن عشان المسام هي بتكون واسعة وممكن تستقبل كل شيء. لكن يا إسراء خلينا نشوف مراكز التجميل، للأسف الشديد أصبحت فيها عدم اختصاص للأسف في بعض المراكز، يعني حتى الفيشل الوحدة بتفتكر إنه هي دربت أو علمت أي عاملة في المركز وهي ممكن خلاص تعمل. هل الحاجة دي صحيحة ولا أنت كخبيرة وليك أكثر من 7 سنين في هذا المجال بترى إنه ده شيء خطأ؟ الوجه مسؤولية. ليه؟ لأنه دي الحاجة اللي أنا بتعامل بها مع المجتمع. إذا باظت أو حصل فيها ندوب أو حصل فيها مشاكل، الشخص اللي أنت عملت له خدمة مهما كانت سعرها أو مهما كان نوعها عشوائية، إذا كانت ما مرضية بالنسبة له حصل مشكلة، فهو حيقابل مشكلة طول حياته. صحيح. أو المشكلة تكون لحد ما تحليها تكون كبيرة جدا. فغالبا أفضل إنه الناس تأخذ كورسات خارج السودان
أوكي، لأنه في مراكز مختصة تماماً في التدريب وبتوريك إنه أنت تشتغل الحاجة دي كيف. فالحاجة العشوائية والتدريب العشوائي لا يصح. الديرما اللي احنا شايفينها اللي هي كانت ديرما رول، انواع الديرمات وشغلها ذاته على الفيشل، هل مهم ولا ممكن انا استخدم في ديرما بين وفي ديرما رول؟ شنو الاسلم اللي ممكن اشتغل بها الفيشل او يشتغلوا بها؟ يعني انا ذاتي تكون عندي ثقافه عشان لما امشي مركز تجميل اكون عارفه يعني. طيب تمام. اللي احنا شفناه قبل شويه ده اسمه الشيم، اللي هو جهاز البنتليك به البشره بعد نعمل السيرم الاخير. الشيم ده بيعمل شنو؟ فيه حجر كريم معمول على اساس انه يمتص الحراره اللي دخلت لنا بواسطه البخار اول وبيبرد البشره، في نفس الوقت ضغطته بتحسن المسام وبتحسن المرونه بتاعت الجسم. الديرمارولر بعد الفيشل حاجه خطره شديد لانه البشره بتكون رقيقه خالص، حساسه واتكشطت. فبفضل انه الديرمارولر تكون بعد الفيشل بتقريبا 18 يوم او 20. كل حواء المهووسة بالجمال ومهووسة بمراكز التجميل تحديداً حابة توصل إليها رسالة، تقول إليها كيف إنها تهتم ببشرتها ومتين تعمل فيشل ومن العمر ذاته، هل الفيشل ذاته عنده عمر محدد ممكن يتعامل له؟ طيب أنا الفئات أكبر من 35 سنة لازم يعملوا الفيشل العميق كل شهر لشهر ونص، بيخفف من التجاعيد، بشيل من التصبغات اللي هي بتكون في العمر بتاع بعد إفراز الكولاجين يخف، بتطبق لنا وبتخلي لنا إنه البشرة تكون مرتاحة، في تمدد، عملية المساج اللي بتكون في الفيشل بتدخل نشط لنا الدورة الدموية، بتدخل ماتيريال اللي هي زي السيرامات والكولاجين اللي هي وقف الجسم من إنتاجها في العمر ده، وبتخلي التجاعيد تخف. جميل. إسراء، بما أنه مسيرتك في التجميل طويلة جداً وخبرة ممكن تكون ما بيستهان بها، شنو من التجربة دي اللي استفدتيها ومن النصائح اللي أنت دايماً بتفتكري أنه من أحد من الحاجات المهمة اللي ممكن كل سيدة أو كل خبيرة تجميل تمتلكها يعني؟ طيب، قدر ما الزول يشتغل وقدر ما الزول يكون عنده سنين خبرة، أنا بفتكر الناس تطلع وتعمل كورسات أكثر، سافر وتتعلم من العالم الخارجي كيف بيعتنوا ببشرتهم وكيف بيحسنوا من مستوى مراكز التجميل في السودان. جميل. فأنا من هسي بنبه كل خبيرة تجميل إن يحضروا دبي ديرما السنة الجاية ودبي وورلد بيوتي اللي هو في تركيا اسطنبول. ده بيكسبنا نحن هنا في السودان خبرات أكثر، بيخلينا نحن منفتحين أكثر، نشتغل بثقة وبمثالية ونشتغل بمعرفة أكثر. طبعاً. شكرا جزيلا لوجودك هذا الصباح. الله يسلمك يعني. عودتيني انه دائما تتحفينا بالجمال، ومن خلالك نحن ذات نتعرف على منتجات التجميل ونتجمل عبر هذا الصباح. شكرا جميلا لك إسراء زكي خبيرة التجميل. نواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق، لكن فاصل قصير ومن بعده نعود للاستوديو، خليكم معنا.